بمساندة فريقهم في المباراة الصعبة أمام أولمبي المدية الذي انتقل هو الآخر بأنصاره الأوفية. مباراة الوصيفين كانت قمة في الإثارة والحماس منذ الوهلة الأولى، حيث تحصل الاتحاد على ضربة جزاء بعد لمس الكرة في منطقة العمليات من قبل اللاعب عمورة. الضربة ترجمها المتألق وهداف الرابطة الثانية حسين أشيو إلى هدف السبق. ثلاث دقائق بعد هذا الحكم بوسعدية يعلن عن ضربة جزاء بعد عرقلة جبالي، وحولها اللاعب تشيكو إلى هدف التعادل. رد الاتحاد جاء بأقدام المهاجم أشيو من خلال المخالفات المباشرة التي تألق الحارس بن مدور في إبعادها عن مرماه. الدقيقة 25 شهدت طرد اللاعب عمورة من جانب أولمبي المدية بعد تلقيه لبطاقتين صفراوين. وبقي الاتحاد يبحث عن الهدف الثاني بالاعتماد على الكرة الثابتة والعرضيات التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى الزوار. المرحلة الثانية سيطر أصحاب الأرض بالطول والعرض على أطوار هذه الجولة، وكان إعصار الهجمات المتتالية يهب بمنطقة حارس المدية الذي عرف كيف يبقي على حصانة جدران مرماه، إلى غاية الدقيقة 73 التي حملت معها ما كان ينتظره الجمهور العباسي بكرة أزنجي التي زعزعت واخترقت شباك الحارس بن مدور، وفرحة عارمة وسط العقارب. الأولمبي رد بهذه التسديدة القوية من بن حمري التي كانت لها خبرة الحارس فرجي بالمرصاد، وكاد المهاجم أزنجي أن يضيف الهدف الثالث بهذه الكرة الجميلة لتنتهي المباراة بتفوق اتحاد بن عباس بهدفين مقابل هدف أمام أنصاره الأوفياء الذين يستحقون الإشادة والتنويه بوقوفهم مع فريقهم في كل اللحظات والفترات. العموم أنا راضي على المردود تاع اللاعبين تاعي اللي قدموه اليوم، رغم الغيابات يعني خمس لاعبين غايبين يعني ما كانش اليوم، كانت المردود يعني مقبول من الناحيه التنظيميه ومن ناحيه لونغاجمون فيزيك. مبروك لبن عباس، والبطوله مازال طويله ان شاء الله نعودوها في مقابله اخرى. كانت عندنا عده حالات للتهديف، نظن الفريق المنافس لعب بعدد كبير في المنطقه نتاعو، عاود رجع وحصن المنطقه خاصه 16 متر و50، حارس المرمى كان في يومه، لو نشوفوا يعني عاده الحالات كان قادر النتيجه كانت تقول أثقل لو تسددت أو تسجلت كل الحالات، ولكن بصفة عامة راضي على اللاعبين تاعي. هذا كان امتحان لنا بالنسبة للمستقبل، وبرهنا أنه فريقنا ما يتقلقش وعنده شخصية اللي تخليه يرجع في أي وقت في المباراة.